السلام عليكم، زكوا مصطفى ديال بيدو بيرسونال سابقه في شركه سكين ونقابي حاليا. جينا اليوم باش نضربوا الحق ديالنا ديال الشباب ديالنا والناس اللي جاوا عندنا بيان سور بطريقه غير قانونيه، وتواصلوا معاهم الاول وما بغاوش يستجيبوا رغم ان الاداره كانت هنا، ولكن مع ذلك ما كانش كتستقبل الناس اللي جراو اليوم. ميم اون بوان سبيسيون طرافاي ما كانوش كيجيو، لا سوسيتي ما كانش كيجيو، ما كانش كتستجيب. لجنا الاقليميه ما جاوش المره الاولى بدعوى ان ما وصلوهمش، ما وصلوهمش دعوى رغم ان عرضت، ولكن ما جاوش المره الثانيه. المره الثانيه جاو وكانوا كيكتبوا، كانوا كيديروا شي حوايج اللي ما كاينينش في الحقيقه. الوغ هاد الناس جراو اليوم بسبب الانتماء ديالهم للنقد. انا كنقول بصفتي انا ديليغي سابقا لشركه، كنقول ان المطالب ديال الشبيله هي اخر حاجه كيفكروا فيها لي ريسبونسابل. لا بروميير دي شوز اللي كيفكروا فيها هي المصلحه الشخصيه ديالهم، الوغ لي بوست ليهم ولعائلاتهم وصحابهم، مي المصلحه ديال الناس اللي خدامين هذه المكتب اللي جينا هنا، جينا اليوم باش نهضروا على المشاكل الحقيقيه ديال الشبيله. بغينا لا سوسيتي من تلف المدير او لا انهم يجلسوا معنا ويشوفوا المشاكل الحقيقيه ديال الشكل ونناقشوها ونهضروا فيها ويكون جد الطرف التعسفي مجرد الرئيس. راه النقابه حق مشروع بالقانون دستور ومكفوله، ما يمكنش انك تجي اليوم وتجري على الناس غير بسبب الانتماء ديال النقابه. نرجعوا للمشاكل ديال ليساج، كاين بزاف ديال المشاكل، منهم القضيه ديال انك يخليو لاجون تيخدم حتى 28 ساعه في الشهر ويحيدوا ليه البريم بطريقه بلا غير احتياليه. كاين لاخص علمون بانواع واشكال ديالو، هادشي كنشهد عليه انا ديال بيدو بيرسونيل، كنت ديال بيدو بيرسونيل وصلتو لا سوسيتي وصلتو الاداره، ومع ذلك ما كان كيدار حتى شي حاجه. دونك كنشوف واحد التجاهل ديال المشاكل ديال الناس اللي بغينا الاداره والراي العام انه ينتبه لها. بصوت خدا بير هزه بزاف ديال الناس في الاف ديال لي بوست، الو خصنا نهتموا بها شويه، نهتموا بالمشاكل ديالهم وبشنو كيوقع داخل. حنا المشكل ما عندناش مع الشركه كشركه، عندنا مشكل مع ثلاثه ديال الناس اللي عايشين. حنا المدير ديال الشركه والموارد البشريه والناس ثلاثه اربعه ديال الناس لا غير، هذوما اللي عندنا معاهم مشكل واللي ما بغاوش النقابه باش يبروتيجيو المصالح الخاصه ديالهم لا غير. حنا نساعدوا نو كونفرير في النظام، سو سون دي كولابوراتور اللي هما ايزون كريي ان بيرو سانديكال، يعني بما يرضي الله، يعني مكتب نقابي احتراما للقانون احتراما للدستور. مالوروزمون الشركه ارتأت انها تسد عليهم جميع المنافذ البيبان، الى كومونسي بار جونغ يجي ما يدخلش جوست كوم سا، يعني ما كاينش قرار، يعني موقوف والسلام عليكم. ما تبلغوا حتى شي حاجه، ما هم مطروبين، ما هم خدامين. حنا جينا نساعدهم اليوم في الوقفه الاحتجاجيه. اللي بغيت نقوله هو انه سبحان الله هاد لي سوسيتي ملتي ناسيونال كيحسبوا راسهم، يعني كيحسبوا راسهم فوق القانون. هادشي هذا كيوقع ماشي غير في هاد الشركه هادي، بزاف ديال هاد الشركات ملتي ناسيونال فهاد الدومين سيرتو ديال الاوفشورينغ في المغرب. اللي بغينا نقول لهم هو انه العمل النقابي هو عمل مشروع، وحنا غادي نبقاو ناضلوا على هاد لاكوز هادي. وإلا كنتو نتوما كتقبلوا شي حاجه سميتها عمل نقابي في بلادكم، فعلاش كتنكروها علينا حنا؟ جيتوا للمغرب باش ديروا ديزانفستيسمون، باش انكم تخدموا باش تدخلوا الفلوس، مانتنو خاصكم تحترموا الدستور المغربي. دايور ماشي غير الدستور المغربي كيهضر على العمل النقابي، مي بليتو راه سي 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 انترناسيونال. ديكو المغرب ما خارجش على العالم. حنا كناكدو كنزيدو ناكدو بان العمل النقابي حق مشروع ديالنا، وغادي نمارسوه. الحمد لله، يعني جلالة الملك محمد السادس نصره الله عطى هذا الحق هذا، ولا ابيي
مانتنو حنا ما غنتوقفوش وغادي نبقاو في النضال حتى حتى نتصلوا ان شاء الله. والسلام عليكم. حنا زعما جوجكور زعما الى يومنا هذا ما فهمناش علاش هاد الناس كيرفضوا العمل النقابي الوغ كو هو حق مشروع وداخل في الدستور. يعني هما كيف ما كيحترموهم في بلاداتهم كنتمنوا انهم يحترموهم هنا. حنا اون دوموند ريان من غير اننا نخدموا في واحد الامبيونس وواحد الكرامه سورتو واللي كيطبق اللي هي تطبق هنا وكيف ما كتحترم القانون ديالها على برا تحترم القانون ديالها هنا. حنا يمكن حنا جايين بصح حنا من شركه اخرى ولكن كنساندوا الاصدقاء ديالنا في سيتات اللي كيجوزوا من كي باس بار اون ديفيكولتي. يمكن حنا لا سوسيتي ديالنا سي فري قبلات العمل النقابي ولكن راه كافحنا بزاف وكنتمنوا من سيتار اوسي انها تسمع للناس اللي عندها وتخليه. فبالعكس الا كان العمل النقابي فهو سي ان بوان دو بلوس وسافا سي سي بور اون اميليوراسيون او كونتخير. يعني الا كنا كنهضروا غنكونوا كنهضروا على اون كونتريبيسيون توتال اللي كيكون من لو كولابوراتور اوبس ماناجمنت ديالهم كما كيسميوه. دونك هنا راه سي اون غونتابيليتي اللي هي بور لونسومبل دو لا سوسيتي وما كتكونش مقتصره غير على الكولابوراتور وجميعا في الحفاظ على كرامه المواطن. عضو في المكتب النقابي ديال شركة سيتات في الرباط. اليوم كما شفتوا هي محطة من المحطات النضالية اللي تقوم بها المكتب النقابي. وهذا الشيء بسبب طرد أولا ديال المكتب النقابي الأول ديال الشركة. وهذا المكتب هذا اللي طرد طردوا لأنهم كونوا المكتب النقابي. وحنا دابا انا مثلا انا في المكتب الثاني تعرض للتعسف والاضطهاد وبعض المرات كلام ماشي هو هذاك. واليوم حنا جينا باش نرفعوا الصوت ديالنا ونقولوا لهاد المسيرين اننا حنا هنا واننا حنا ما نسكتوش وحنا باقيين مستمرين في النضال الى ان يعترفوا بهذا المكتب النقابي وتعرفوا ان النقابه او العمل النقابي هو عمل اللي تيصب في صالح الشركه وصالح المستخدمين وانه شريك اجتماعي حقيقي باش يمكن نمشيو بعيد بهذه الشركه ونمشيو للرفاهيه. شكرا.